على هامش مشاركته في أعمال اللجنة المشتركة التشادية الإماراتية، التقى الوفد التشادي برئاسة أمينة الدولة في الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي والتشاديين في الخارج عشت صالح دمان بجالية التشادية المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وجه الوفد نصائح وتوجيهات تتعلق بضرورة احترام قوانين الدولة المضيفة واتباع نظمها وعدم خرق معاملاتها مع الجاليات، بحيث تكون جالية التشادية خير سفير للبلاد في الإمارات العربية المتحدة. ومن جانبها الجالية التشادية عربت عن عميق شكرها وتقديرها لهذا اللقاء الذي سمح لها ببوح ما تعاني الجالية من بعض الإشكاليات الطفيفة في هذا البلد المضياف الذي هيأ لهم أجواء العمل، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على متانة العلاقات التشادية الإماراتية في ظل الرئيسين إدريس ديبي إتنو والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هذين الزعيمين اللذين عملا على ربط جسر التواصل بين التشاديين والإماراتيين على مختلف الأصعدة. هكذا كان لقاء الوفد التشادي بالجالية في أبوظبي مثمرا ومثلجا لصدور الحضور.